ازيكم يا جدعان؟ رجعنا لكم فيديو جديد، ويا ريت قبل ما تنسوا لايك سبسكرايب. النهارده معانا لعبه جديده اللي كلكم مصممين ان انا انزلها، اللي هي بروهالا. اللي مش عارفها، لعبه عامله زي لعبه مصارعه كده، لعب يا اما رانكد اللي هو زي الارينا في فورتنايت، يا اما نلعب كوستوم جيم مع بعض وكده، نقعد نقتل في بعض وكده. بس ده اللي بتاعي، ونختار بقى السكين اللي احنا عايزينه او الشخصيه اللي احنا هنلعب بيها. معانا النهارده سينو واخته، ما هتلعب معايا بالجويستيك التاني. هو عنده قناه اسمها ياسين ادر واي تي، بقاله كتير قوي ما بزيدش في سبسكرايبرز، فا احبط وما بقاش بينزل، فيا ريت تروحوا له وتعملوا سبسكرايب، وهو يبدا بقى ينزل اكتر وكده. بس اللي عاجبه التنوع التنويع ده كده، وعايزين نكمل يعني، مره بروهالا، مره فورتنايت، مره ابيكس ليجندز، مره انزل جي تي ان شاء الله، احاول انزل جي تي ومره اونو. طبعا اونو عجبتكم جدا زي ابيكس ليجندز بالظبط، فان شاء الله دي برده تعجبكم. يلا بينا. يلا سين اختار الليجند انت واختك، ويلا اختار يا سين. رأيك يا سين ظبطتك؟ يلا يلا. طبعا يا جدعان لو عايزين نلعب يعني غير الكوستوم جيم، يعني نلعب رانكد اللي هو زي الارينا، نلعب انا وسين مثلا، نخش جيم رانكد وكده. استنى سين سين. ايوه ونجيب بوينتس عاليه، انا بحب الباب ده. انا ليه موطي اوي صوت اللعبة عندي كده؟ صوت اللعبة واطي. لا هو اساسا كده، هو عندك كده برضه؟ لحظة، أنا ميوزك فوليوم، أنا علت علتها، لحظة أنا علت ميوزك فوليوم بس محسوب ساوند فوليوم برضه. يلا العب العب. هو كده عالي أوي ولا صح؟ هو أنت تبقى برد يا كليبت؟ ها انت بتبقى برد؟ انت ده ولا انت اللي فوق ده؟ ايه ده بتفرج على يوتيوب حلو قوي اسمه محمد الهوايتي، ده يوتيوبر مشهور جدا. ايوه يا ابني، عنده اكتر من 40 سبسكرايبر بحالهم. خش اعملوا سبسكرايب ولايك يا جدعان. طبعا يا جدعان انا شفت احساس القناه وكده، فلقيت ان معظم مش معظم بس اسم شكلها في الفيديو. اقول لك خلاص خلاص سيبك سيبك. ليه عشان قلت كلمة غلط؟ لا لا لا. ايه؟ يا سيدي انت خلاص كده ولا يهمك. لقيت ان 22% من اللي بيتفرجوا عليا مش مشتركين في القناة. فيا ريت اللي يتفرج على الفيديو وعاجبه المحتوى وعاجبه ولادي وكده، يا ريت تدوس سبسكرايب لو سمحت، نوصل 100 سبسكرايبر في اقرب وقت. وبس ده اللي كنت عايز اقوله. عايز اشوف الاحصائيات بتاعت عايز اشوف الاحصائيات بتاعت اللي مش مشتركين كده يقلوا لغايه ما يبقوا صفر. الله بص قوي اشيل الكل. انا عايز بس اجيب القبضه القضيه. انا احنا ليه بننط مع بعض؟ ينفع تسيبني حضرتك؟ لا ما متش ما متش ما متش. تعالى تعالى يا بطل تعالى. ايه بس اسيست. ليتس جو ابلع. موت. سوري يا جدعان عزية. اعمل لها قط من المونتاج. لا لا يا عم، الناس بيحبوا السريخ. شوف شكلك طيب. الناس بيتفرجوا على ركانه يعني ايه يعني؟ ايوه صح. وشونج برضو. اه شونج. ابلع. ابص. هرقص كمان. بس انا برقص زي ايوه كده. اجري بقى انحش. ايه ده قال لك؟ انت شفت شليمة سيست ولا ايه ده؟ ها. لا يا لا لا لا. طب انا هاخد سلاحي طيب. تعالى. لا. لا طب هات 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 بوريك بالقبضه القاضيه حقتي.
الله قال لك محمد استاذ بلا ولا لا لا ابلع خلاص نرجع ترجع وانت كنت مشيت انا كنت وانا حقص اختي اللي كنت بتلعب كذابة لا 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 عارف البتاع ده عامل زي تشارج شوت جن تشحنه واول ما تيجي اديك دمج على يعني لو شحنته مشكلة ان هو بيصير لوحده مش زي تشارج شوت جن تجربة غدا الصراحة اجري لا ستعمل طب انا احمر وانت احمر بس انا واحد وانت اثنين اي دي الكلام طبعا يا جدعان الهيلث اللي فوق ده كل ما احمر اكتر كل ما انت خلاص ليك فرصه ان انت تموت اكتر فانا دلوقتي هقتل ياسين ان شاء الله وهيبقى هو ابيض وانا احمر ايوه كده مفيش تكافؤ جي جي محمد جي جي سينو ام ديد انا هقعد اهرب ادعي لك بوكس من غير اسلحه يقتلني سينو صح سيبني في حالي قال لك هالبوكس الاسطوري ده ولا كانك ماسك اي بتنجانه البوكس انت عم تسرح يا عمي والله مش مشكله جبت 120 جولد ولفلت فال المره دي هلعب بكوين ناي وهختار الماب المناسب لها كوين ناي عارف لو لعبت كوين ناي ياسين عارف لو قلبت تاني ياسين انت واخدك عندك ايه ده انت اشتريت ايوه يا ابني مشتريها ومشتري بوت فارد ومشتري حاجات كتير قوي مشتري فال ومشتري ريمان ومشتري بيترا ومشتري جاي وحاجات كتير بس انت بقى مش مشتري بس انت لا ايه ده قال لك انت ليفل 11 بي انا في ليفل مش عارف 20 بتاعي ايش في صديق ما توب ايه اصل انت بتحط زي دي اصل انت كفايه حاجه استنى ايه ده انا عندي درفت ايه ده محمد اخته دخلت لحظه اخته دخلت معاك لحظه ده مستني طب ليه اخش معايا لحظه لا انا عايز الماب فين لا مش لا اخش معايا هادي خدتو هو فلاور لا 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 اوي يا كل انا مش عايز السلاح ده انا عايز السلاح التاني لا لا تعال بقى عايزك تيجي بقى لا الو 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 سينا الو سينا يا نهار اسود على صدى صوت اللي كان عندك ايه ده بجد؟ كان عندك صدى صوت؟ لا قال لك عليها مسلسل خربان لا مسلسل شغال الحمد لله طبعا مفيش مسلسل في اللعبة دي بس انا باظت كنت بتحفل عليا قال لك بص انا عندي تفكير سبير خربان هات شفت الرزة قال لك فجرت نفسي قال لك انا لسه عايش انا لسه عايش ابعدي يا زميلي سامري في حالك انا وانت متخلفين بنضرب وخلاص يا ضحكت عليك لا مجرو لا ما بتجيش ما بتوصلش كويس انك وجيت يا محمد عشان كنت بارس لا 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 على اخر الزمن اموت من اختي محمد واحد انبوسه ابلع اوه ده لسه بطلع بعد الصاروخ ده اللي هو فاهم اطلع ولا فوق محمد ما تعصبنيش عليك بس انا بوت انت اح يا كم
اي 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 ابلع تعال تعال انا بطلع لك فوق عشان تضربني ابلع ايه ده يا حبيبي احترام بين الصوت من تحت ابلع بس انا اقول بس قال لك ترى صوتش لا بيبي ايش في صديق مرتب من بوكسيد تاني مرة ومين اللي بيقتلك بقى؟ انا بقتل نفسي احسن شارف في العالم واضح طبعا ابلع احمد انا موتش انا كنت هتبلع واحد انت سين ليه بتجري ورايا وانا في الهواء يا كلب ايش ده يا مسيس حبيبي تعال اقول بس تعال يا كلب يا ماما ليه ده يا ولا هموت موت لا موتنا اسيل بصي في زرار لونه احمر تحتيكي جربي تقفي عليه مش كلام يا زين ده وديك بداية الاخ خير وصالح اخ السوق لا لا يا مانشستر اختك ماتت وانت ما قلت تبلع مش فاهم غير يا ياسمين يلا تعالي اجري والله ما قد اسلوب ايه ده تقدري يا ايش في صديق انا هارب ابلع ما جاتش حد هو ابلع لا ما جاتش اما زست نوت شغال لا ده شغال والله مش شغال موعد الله كسبت موسم نمبر 40 بتاعت الفوز انا هدخل اختي واخر ونلعب اخر راوند واقفل الفيديو بقى طبعا يا جدعان لو عجبتكم اللعبه ما تنسوش تكتبوا رايكم في الكومنتات عايز الكومنتات دي تتملوا واللايكات وتشتركوا في قناه ياسين نادر واي تي بفكركم تاني عشان انا بتهيألي هنسى احطها في الديسكربشن ياسين ده انت عندك دريفت؟ انا عندي كومنتات انا كوين نور قالك بس كوت الديفنس عندك عالي قوي انا عندي كوت الاتاك والديفنس جامدين ايوه بالظبط عشان كده بحب العب عايز اخش هنا يا رب ان انا اساسا ما بعملش ديفنس هو الديفنس اساسا بايه لو حد يجي يهجم عليك وانت ترد له الهجمه بتاعي ايوه لا اعمل ايه بقى بمشي عليا عشان ما ادري اي يا حبيبي ابي امي سلاح لا مش ده السلاح اللي انا عايزه قال لك اختي اخذت القبضه القاضيه ابلع يا سين روح معاها على عينك مش عايزه حاطط لكم كده قنبله في النص
عايز اسرح يا رب بقى يا ربي. وانا قلت ورميته يعني وانا استفدت حتى بيه. انا عايز اخد على الجنب. ايه ابلع فيها اني ضرب اختي نفكتني. ابلعي حمد ما خليش انا امك بجد. انا بقول له اخو اختي انا ما انا انتحر اروح انتحر. ابلع حمد انت الوحيد اللي انتبه. الله ما نجيبك هيدا اختك قربت تموت. ايوه انا موت اختك ماتت. بس احنا كلنا اتنينات بس انا ابيض. ايه ده انا كنت واقف ليه؟ طبعا يا جدعان انا اللون الاخضر ياسين الازرق واختي البينك. ياسين ايه اللي انت كنت بتعمله ده؟ انت بتعمل ايه يا ابني ابلع؟ شفت اللي عملته ده كان ديفنس اللي هو بقى فين؟ اللي انت داخل عليها جري كده ورحت انا مديك ضربات وقفتك فاهم؟ اللي انت توقف اللي قدامك. انا لازم الف الكوين نويز دي خليها اكتر من ليفل 20. اي اي انا اسف انا اسف والله انا عايز اخد على الجنب بس المشكله الدريفت قاعد بيطلعني لفوق. عايز اضرب ضربه على الجنب. ايوه زي كده لا اختك هتنفخني انا من ده. اوي انا عايز فكره دكتور عمي. ابلع ايه رحت النفوذ السلاح اللي في التحكم. انت موت يا سيدي. لا لا ابلع يا ده موت قشطه مش باقي غير ان اختي انا قلت امال انت الضربه اللي فوق دي بتتهري ازاي. ليتس جو انا ابيض انا موت السلاح بتاعي والله ما اخليك اخدت كل الاسلحه. انا جت لها سيف انا انتحر بقى. لا كنت احسن انتحر بس ما عرفتش. ده حتى ما لا 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 قلت لك قبض القضية. قال لك قبض القضية ايه قبض القضية. هو انا اللي بجري تعال حمد انت بتجري كل اللعب. انا بقيت سوبر فار بسبب الدريفت. قال لك انا مت. تعال تعال اه يا ساتر يا رب. قال لك اختي هتقتلني. ما ايه ده قال لك موتي دريم والسلاح. ايه ده بص بص انا كسبت. عارف اللي هو ايه. طب يا جدعان لو عجبتكم اللعبه ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وما تنسوش تشتركوا عند ياسين في قناته ياسين نادر واي تي. وبس لو عجبكم التنويع ده اكتبوا لي في الكومنتات وسلام.